اذكر شيئا تجده في المقهى الشعبي. جاوبيني. القهوة. القهوة. خلي نشوف القهوة. القهوة. سؤال بسيط وإجابة أبسط وأفضل احتمال أقوى احتمال يعني الروح ويا عائلة السراج. تفضل أستاذ سلام، خلنا نروح وياهم بعدين نجي. اذكر شيئا تجده في المقهى الشعبي. يلا، قالت قهوة، انت شو تقولين؟ المكان اللي يجلسون به يعني مثلا الكراسي قنفة. بس واحدة، شوفي كراسي. كراسي. شوفي ايش قد سؤال بسيط. ها؟ سؤال صعب؟ لا. الكراسي. ونعم. قاعد الجلوس. موجودة مقاعد الجلوس. هو السؤال بسيط، ودائما احنا نريد نعتمد أسئلة بسيطة. ليش؟ نريد نعتمد على الذاكرة وسرعة البديهية عند الإخوان الموجودين. بس فواز شو تقول؟ شاي. ها؟ شاي. شاي. حلو، شلون قلتها؟ بالبغدادية شاي. شاي يا ولد. شاي وصلحوا. شاي. خلينا نشوف الشاي موجود. وهو كذلك الشاي أيضا. هو المقهى لابد أن يكون فيه القهوة والشاي. وبلال شو يقول؟ والدخان والحامض. شنو؟ الدخان والحامض. لا، واحدة من عندهم. الدخان ما مرتبط. من أرقيلة. أرقيلة؟ أرقيلة. خلينا نشوف الأرقيلة. ما موجود طبعا. هذا ليش؟ لأنه حسب الاستبيان الناس يقول لك ما راحوا على الأرقيلة. ما راحوا على مقهى شعبي. لا لا لا، خلاص. ايوه، بس يعني بيناتنا هسه نرجع. باقي 5 احتمالات وعدكم خطأ واحد. 3 أخطاء نروح بعدين على عائلة المشهداني بجواب واحد تأخذون النقاط. هي الفكرة، فكرة سرقة الأسئلة والأجوبة وسرقة النقاط منكم أو منهم. خلي نجي على ست شيماء. اذكري شيئا تجده في المقهى الشعبي. قوري الشاي. ها؟ قوري الشاي. قوري الشاي يعني ما الذني اللي يصنعون بها الشاي والقهوة. خلي نشوف الأباريق. أباريق. أباريق. يا أباريق. أنا قلت أباريق، معناته أباريق. وش تقول ست ماجدة؟ أباريق نفس الشيء. لا خلاص. الأباريق طلعت. تلقي لي غير شيء يعني ما لقيت يعني تاخذي من عدة وتبيع عليان. شلون يصير؟ يلا. مثلا التلفزيون موجود. ماكو مثلا، احنا عندنا تلفاز. ها؟ تلفاز موجود. التلفزيون، جهاز التلفاز. تلفاز موجود.